ولحظة واحدة هتلاقي الجهاز فتح معاك زي ما حضرتك شايف اهو، نفس الجهاز اللي فاتح من الكمبيوتر هنا هو نفس الجهاز اللي فاتح قدام حضرتك من الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. لو حضراتكم فاكرين يا شباب كنا شرحنا في الفيديو اللي فات طريقة لعمل آلاف الإحالات لنفسك من نفس الجهاز، وده كان باستخدام جهاز ار دي بي مجاني او جهاز كمبيوتر موجود في دولة اجنبية، وكان الشرح من على جهاز الكمبيوتر. وبناء على طلب البعض من حضراتكم في التعليقات كتبوا لي يا ريت انك تشرح لنا الطريقة من الهاتف، وفي البعض طلب مني طريقة لتغيير الاي بي او تغيير الدولة من داخل الجهاز الار دي بي اللي احنا فتحناه في الفيديو اللي فات يا شباب. فبناء على طلباتكم النهاردة ان شاء الله انا جاي لحضراتكم علشان اوضح كل النقاط اللي حضراتكم طلبتوها مني في الفيديو اللي فات. اول حاجة يا شباب هنشرح الطريقة من الهاتف او طريقة انشاء ار دي بي من الهاتف، وفي الجزء الثاني من الفيديو ان شاء الله هنشرح طريقة تغيير الدولة من داخل جهاز الار دي بي. علشان كده يا ريت ما تضيعش ثانية واحدة من الفيديو ده، لان الفيديو ده مكمل للفيديوهات اللي فاتت الخاصة بالحصول على ار دي بي مجاني او الخاصة بعمل الاف الاحالات لنفسك من نفس الجهاز. طيب علشان ما اطولش على حضراتكم في المقدمة اكتر من كده يا شباب، يلا بينا نبدأ الشرح على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ انا اخوكم احمد حمزاوي، ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. علشان كده فضلا وليس امرا، لو حضرتك لسه اول مرة تشوف القناة يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. قبل اي حاجة يا شباب نصيحة اخوية، لا تجعل الانترنت يلهيك عن الصلاة وعن ذكر الله، إن الله لا يبارك في عمل يلهي عن ذكر الله. فلو حبيت تنجح في أي مجال واظب على الصلاة على وقتها. ده شباب كان شكل جهاز الار دي بي اللي احنا فتحناه في الفيديو اللي فات، ولكن النهاردة احنا ان شاء الله هنستخدم الهاتف في فتح جهاز الار دي بي اللي حضراتكم شايفينه ده. فيلا جهز الهاتف بتاعك وابدأ معايا. اول خطوة شباب عشان نبدأ نفتح ار دي بي من جهاز الهاتف، هنفتح متصفح جوجل كروم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهنيجي في محرك البحث هنا هنكتب كلاود شيل زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. هتفتح معانا الصفحة اللي حضراتكم شايفينها دي، هنختار الهايبر لينك الأولاني اللي قدام حضراتكم دوت كلاود شيل، هنضغط على الرابط ده يا شباب. بعد كده هينقلنا على الصفحة دي. أول حاجة هتضغط على الثلاث نقاط اللي فوق دولت الخاصة بالمتصفح، وتأكد إن أنت على الإصدار سطح المكتب علشان جهازك يتحول الى شاشة كمبيوتر زي ما حضرتك شايف. بعد كده هنضغط على كلمة كونسول من هنا، وهننتظر الصفحة اللي حضراتكم شايفينها دي تفتح. بعد ما الصفحة فتحت يا شباب هنطلع في الجزء العلوي اللي فوق ده، العلامة اللي قدامك دي اكتيفيت كلاود شيل، هنضغط عليها وهننتظر ثواني يا شباب. هتلاقي في تحت هنا صفحة باللون الاسود فتحت معاك، دي صفحة الكود البرمجي اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله في توليد جهاز الار دي بي. بعد ما فتحت الصفحة دي بالشكل ده يا شباب هنسيبها وهنروح على الصفحة اللي حضراتكم شايفينها دي، دي صفحة المدونة الخاصة بموضوع الار دي بي. هنا موجود الكود المستخدم في انشاء ار دي بي زي ما حضراتكم شايفين هنا الكود ده. كل اللي حضرتك هتعمله هنا هتحدد الكود دوت بالظبط كده، وهتنسخ الكود زي ما حضرتك شايف كده، هنحدد الكود وهننسخ الكود اللي حضراتكم شايفينه ده يا شباب، وهنرجع تاني على صفحة كلاود شيل، هنضيف الكود في المكان ده عن طريق الضغط على كنترول في من الكيبورد، او لو حضرتك بتستخدم الهاتف هيبقى الموضوع سهل معاك زي ما حضرتك شايف كده، هو بيكون انت نسخته في الحافظة وبتضغط بس لصق هنا بتلاقي ان الكود اتضاف معاك. زي ما حضرتك شايف بيبدأ الار دي بي ان هو يجمع الكود البرمجي بتاعه علشان يبدأ في انشاء الجهاز. طبعا كل الخطوات دي بالتفصيل في الشرح اللي حضرتك شرحناه في الفيديو اللي فات اللي شرحناه من داخل جهاز الكمبيوتر. فلو في اي حاجة فاتتني هنا حضرتك ممكن تكملها من الشرح الخاص بالفيديو الخاص بالكمبيوتر او الفيديو اللي فات عموما. فطبعا احنا هنا هننتظر لغاية لما الكود يكمل. بعد ما الكود اكتمل يا شباب، بعد كده يا شباب هنيجي على اليمين سنة كده هنلاقي هنا في مجموعة ايقونات، هنضغط على الايقونة اللي حضرتك. بعد كده يا شباب هنضغط على تشانج بورد، بتفتح النافذة اللي حضراتكم شايفينها دي، وهنا هو بيطلب مني البورد. البورد ده موجود في الكود اللي احنا نسخناه دلوقتي من صفحة المدونة.
لو رجعنا تاني على صفحة المدونة هتلاقي هو ده الكود او البورت، اسف ده البورت يا شباب، هننسخه 6080 مثلا، وتقدر تغيره كل مرة، ولكن ركز ان لازم يكون البورت اللي موجود هنا ده هو نفس البورت اللي موجود في الكود اللي حضرتك نسخه معاك من اول 2000 لغاية 25000. بعد ما ضفت البورت هنا شباب هنضغط على تشانج اند بريفيو، ولحظة واحدة هتلاقي الجهاز فتح معاك زي ما حضرتك شايفه، نفس الجهاز اللي فاتح من الكمبيوتر هنا هو نفس الجهاز اللي فاتح قدام حضرتك من الهاتف. بعد ما الجهاز فتح معاك يا شباب علشان نبدا نستخدم الجهاز هننزل نضغط على العلامه اللي حضرتكم شايفينها دي هنا، هتظهر النافذه اللي حضرتكم شايفينها دي، هنضغط على انتر او هنقف هنا على انتر، وهتظهر المتصفحات هنا، هنختار متصفح فايرفوكس لان هو الوحيد اللي شغال على الجهاز. زي ما حضرتك شايف فتح معانا متصفح فايرفوكس بكل سهوله، وكده تقدر ان انت تستخدم محرك البحث عادي. يعني لو ضغطنا مثلا يا شباب على يوتيوب هيفتح معانا اليوتيوب زي ما حضرتك شايف، وعلى فكره سرعه الانترنت في الجهاز ده جميله جدا، حضرتك هتجرب وهتشوف بنفسك. كده فتح معانا زي ما حضرتكم شايفين الجهاز بكل سهوله يا شباب. انا عملت تدوير للشاشه بس عشان عايز اوضح لحضرتك حاجه بسيطه هنا كده، حضرتك شايف الايقونه دي ايقونه خاصه بالار دي بي، دي اللي من خلالها حضرتك هتقدر تستخدم الكيبورد وتستخدم ادوات الجهاز. يعني لو ضغطنا عليها حضرتك كده دي كل الادوات، وهنا الكيبورد اهو هنضغط عليه هيظهر معاك الكيبورد زي ما حضرتك شايف. تقدر بقى تعمل بحث زي ما انت عايز، تكتب اي حاجه اللي حضرتك عايزه تقدر تعمله، وتقدر تعمل احالات، تقدر تعمل كل اللي حضرتك عايزه من داخل الجهاز الار دي بي ده. كده يا شباب احنا خلصنا الجزء الاول من الفيديو وهو عمل الار دي بي او انشاء الار دي بي من داخل جهاز الهاتف المحمول بكل سهوله زي ما حضرتك شفت. ولو في اي حاجه وقفت معاك ممكن ترجع للفيديو اللي قبله هو اللي فيه الخلاصه. طيب الخطوه الثانيه بقى في الفيديو ده او الجزء الثاني من الفيديو يا شباب هو ازاي ان احنا نغير الدوله من داخل جهاز الار دي بي اللي قدامنا دوت، زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي يا شباب. هنفتح متصفح فايرفوكس زي ما حضراتكم شايفين كده، وزي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات، وهنيجي على الثلاث شرط اللي على اليمين دول هنضغط عليهم في المتصفح، وهنا في علامه الاضافات زي ما حضراتكم شايفين هنا كده هضغط عليها. بعد كده هنضغط على الاضافات من هنا، وهنيجي في محرك البحث ده زي ما حضراتكم شايفين كده هنكتب في بي ان، وهنضغط على سيرج او انتر من الكيبورد لان انا بستخدم الكمبيوتر دلوقتي. فتحت لنا صفحه الاضافات الخاصه بفايرفوكس زي ما حضراتكم شايفين، اضافات الفي بي ان، هنختار الاضافه رقم 2 دي تويتش في بي ان، هي دي افضل اضافه لمتصفح فايرفوكس سواء هتستخدمها على جهازك او على الجهاز الافتراضي. بعد كده هنضغط على اد تو فايرفوكس، بعد كده هنضغط على اد من هنا، وهنعلم على العلامه اللي حضراتكم شايفينها دي كده، وهنضغط اوكي. كده خلاص حضرتك الاضافه اتضافت عندك على الجهاز وموجوده زي ما حضرتك شايف هنا كده، هي دي الاضافه وده مكانها يا شباب علشان ما حدش يدور عليها. بعد كده هنضغط على الاضافه ونقول له جو ات. طبعا حضراتكم عارفين من الفيديوهات اللي فاتت ان الجهاز ده بيفتح من دوله بلجيكا بس، احنا النهارده هنخليه يفتح من اي دوله احنا عايزينها باضافه الفي بي ان اللي حضراتكم شايفينها دي. السيرفر اللي موجود قدام حضراتكم ده افضل سيرفر حضرتك ممكن تستخدمه لان هو بيغير اللوكيشن كل فتره زمنيه باستمرار من غير حضرتك ما تتدخل فيه نهائيا. لو حضرتك عايز دوله بعينها هنضغط وهتختار حضرتك الدوله اللي حضرتك عايزها، ولكن بيست تشويس ده افضل خادم لو حضراتكم هتشوفوا معايا دلوقتي. تعالى نفتح نافذه جديده كده او تاب جديد ونكتب ماي اي بي ادرس زي ما حضراتكم شايفين كده، انا كتبت ماي اي بي ادرس. بعد كده نضغط هنقول له اوكي من هنا كده، وهناخد اول هايبر لينك ده نضغط عليه زي ما حضرتك شايف هنا كده، الدوله بلجيكا، يعني احنا على الدوله الاساسيه اللي بيفتح منها جهاز الار دي بي. لو جينا فتحنا اضافه الفي بي ان كده وخليناها على بيست تشويس زي ما حضراتكم شايفين وضغطنا على كونكت، هتبدا الاضافه تشتغل زي ما حضرتك شايف كده. كده الاضافه اشتغلت، وهنا بتقول لك ستوب لو عايز توقفها هنا زي ما حضرتك شايف بلجيكا. طيب نعمل ريفرش للصفحه ونشوف احنا هنبقى على دوله ايه، انتظر ثواني بس الصفحه تحمل. بص حضرتك كده بقينا على دوله كندا، في ثانيه بقينا على دوله كندا. طب تعالى نغير تاني، مش هنغير بقى، انا هعمل ستوب وهخليني على نفس السيرفر المتحرك اللي حضرتك بيست تشويس. كده احنا قفلناه وهنفتحه تاني. لما بتقفل السيرفر ده وبتفتحه تاني هو بيغير تلقائيا الدولة، يعني دلوقتي احنا على كندا اهو زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل ريفريش تاني للصفحة يا شباب ونشوف بقى المرة دي هيدينا زي ما حضرتك شايف اهو نيزرلاند، يعني احنا بقينا في دولة هولندا. طب نجرب مرة تانية، نجرب مرة تانية كده، هنعمل ستوب وهناخد مثلا وبرده خلينا على نفس السيرفر مرة تانية عشان اثبت لك بس ان السيرفر ده متحرك فعلا ما بيثبتش، وهنضغط كونكت كده اشتغل، وهنا هولندا زي ما حضراتكم شايفين. طيب
بنعمل ريفرش تاني للصفحة يونايتد كينجدوم. زي ما حضرتك شايف كده بقينا على يونايتد كينجدوم او المملكة المتحدة، يعني الموضوع ناجح ما فيهوش اي مشاكل. كده شباب احنا وصلنا لنهاية شرح النهاردة. يا ريت لو عجبك الشرح والمجهود اللي انا بعمله عشان اوصل لحضرتك المعلومة تمام، يا ريت تدعمني بلايك للفيديو وتشرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حنزاوي من قناة نيت بروفيت.